كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. المنشد المسمع سعيد بالقاضي فليتفضل مشكورا. هذه الدورة عرفت مشاركة مجموعة من الوجوه الطربية الأصيلة التي تعنى بالتراث المغربي. نحن جد فخورين بتواجدهم معنا، وكذلك فخورين بهذا الكم الهائل من الجمهور الراقي الذي حج بكثافة إلى قاعة أحمد بوكماخ بمدينة طنجة. ستكون هناك مجموعة من المشاركات كما قلت، فكل هذه اللوحات تؤطر لهذا المهرجان لهذا العام. ونشكر بهذه المناسبة نشكر كل الداعمين وكل الأسر التي دعمتنا بكل ما لديها من قوة، فشكرا. ونتمنى أن يكون هذا المهرجان قوة جديدة في تؤسس للتراث في مغربنا الحبيب. هاد الليله ان شاء الله بحول الله راه عندنا مشاركه ديالنا في مهرجان الميازين اللي منظمه جمعيه رياض الطرب للموسيقى والسماع الصوفي اللي مراسها الفنان الكبير سيدي سعيد بن القاضي. هذه اول مشاركه ديالنا في هذا المهرجان المزاين، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى هاد الليله نقدموا فن الحضره ينال الاعجاب الجميع، ونتمنى التوفيق للجميع باذن الله تعالى. التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.